وآخر وآخر يقول: سائلة تقول: حصل بيني وبين زوجي بعض المشاكل الخاصة، فذهب بي إلى بيت أهلي ومكثت هناك قرابة العام، فلما رجعت إلى بيت زوجي طلق والدي، إن دخلت بيته غضبا علي بسبب رجوعي إلى بيت زوجي، أفيدوني جزاكم الله خيرا. هذا ينظر فيه طلاق أبيك، ينظر فيه، فإذا كان قصده من الطلاق منعك من الذهاب إلى الزوج، وليس قصده إيقاع الطلاق، وإنما قصده تخويفك من ذلك ومنعك من الذهاب، فهذا له حكم اليمين عند المحققين من أهل العلم، ويكفي فيها كفارة اليمين، ولا حرج في رجوعك إليه ودخول بيته والسلام عليه. إذا كان قصده من ذلك إنما هو التأكيد في منعك من الذهاب إلى بيت زوجه غضبا عليه، وليس قصده إيقاع الطلاق بأمك، فهذا الطلاق في حكم اليمين عند المحققين من أهل العلم، ويكفي فيه كفارة اليمين. أما إذا كان قصده من ذلك إيقاع الطلاق، نيته إيقاع الطلاق بأمك أو بزوجته الأخرى، إذا ذهبت إلى بيت زوجك فيقع عليها طلقة في ذلك إذا ذهبت، ويراجعها في الحال، ويرسل شاهدين من الخير في الحال على أنه راجعها، ويكفي ذلك ولا حاجة إلى تجديد عقد إذا كان هذا الطلاق أول طلقة أو ثاني طلقة. أما إذا كان الطلاق هذا هو آخر طلقة والطلقة الأخيرة، فإنها تدين منه الزوجة سواء كانت أمك أو غير أمك، تدين منه بالطلقة الأخيرة الثالثة إذا كان أراد إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى بيت زوجك. والله المستعان.